السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلم الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته 76 78 على بركة الله. إذن قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أتدبر الآية وأتعرف حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته. إذن هذه الآية هي شهادة من رب العالمين للرسول صلى الله عليه وسلم بعظمة خلقه، أنه فاق الناس أخلاقا وحلما وصبرا ورحمة. فمن أفضل الأخلاق الحلم والرحمة بالناس. فمن أفضل الأخلاق الحلم والرحمة بالناس. نعم. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة وقد تكاثر الناس في المسجد، وأوجس المشركون خيفة. هذا يوم الفتح، فتح مكة. فقام خطيبا وكان مما قال: يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم ابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن أوجس المشركون خيفة، أدمروا الخوف في نفسهم، أي أنهم خافوا مما سيفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بهم، لأنهم أعداء وقد هزمهم في معركة الفتح. النخوة التعاظم والتكبر. على ماذا يدل جواب الملأ من قريش حينما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: أخ كريم ابن أخ كريم؟ يدل جوابه على علمهم بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكبرياؤهم هو ما يمنعهم من الإيمان به. ماذا كان ينتظر كفار قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة؟ إش كانوا ينتظروا منه؟ كانوا ينتظرون انتقامه منهم لما سببوه له من الأذى والظلم، بما من الرسول صلى الله عليه وسلم على كفار قريش عند فتحه مكة على ما يدل ذلك. من عليهم بالعفو والصفح والحرية، حيث قال: أنتم الطلقاء، ويدل ذلك على رحمته وعظيم أخلاقه. نعم. بعد أن أظفر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على كفار قريش بفتح مكة، عفى صلى الله عليه وسلم عنهم وتجاوز عما سبق من إيذاياتهم له وللمؤمنين، ولم يعاتبهم أو يعاملهم بالمثل، بل عاملهم بالحلم والصفح، متمثلا بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء. إذن من مظاهر حلم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تجاوزه عن أذى المشركين، عدم عتابه لهم، عفوه عنهم. ماذا كان يهدف الرسول صلى الله عليه وسلم من دخوله مكة؟ كان يهدف صلى الله عليه وسلم إلى نشر الإسلام وتبليغ رسالة رب العالمين إلى قومه. من بغيو نكتبوا الرسول دائما نكتبوا صلى الله عليه وسلم، من نكتبوا الصاد بين قوسين، نكتبوها صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أو نشوفوا الجواب نحن؟ ماذا قال لمشرك قريش وهو يقف على باب الكعبة؟ سألهم ماذا يظنون أنه فاعل بهم. على ماذا يدل؟ على ما يدل جواب قريش على قوله؟ يدل على أنهم يعرفونه حق المعرفة، لأنه تربى بينهم ويعلمون حسن خلقه وعظمته. ماذا أستخلص من تعامله صلى الله عليه وسلم؟ معهم أستخلص أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، يعني أكثر الناس حلما، أكثر الناس صبرا، أحلم الناس وأرحمهم بالناس، فلنتخذه قدوة لنا طبعا.
امتدح الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على أخلاقه كلها، ومنها خلق الحلم الذي كان سمة بارزة من سماته وخصاله الحميدة، فقد هجاه شعراء المشركين، وسخر منه سادة قريش، ونال منه السفهاء بالضرب والحجارة، وقالوا عنه ساحر مجنون، فتلقى كل ذلك بسعة صدر وعفو ودعاء بالمغفرة لمن آذاه. ولقد صدق الله إذ قال: وإنك لعلى خلق عظيم. أقرأ النص وأجيب في دفتري، أستخلص من النص ما يأتي. بعض المواقف شفنا في صبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأداء، كانوا في مواقف بحال هذا مثلا، أو الآية التي امتدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم، الآية التي امتدح الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. المواقف عندما كان مثلا صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فوضعوا جزور شاة على ظهره، اللي شفنا في واحد الدرس فايت صبره عن الأذى، بما واجه الرسول صلى الله عليه وسلم أذى المشركين والسفهاء، واجههم بالصبر والحلم والرحمة والدعاء لهم، لا عليهم، دعا لهم ولم يدعوا عليهم، رغم أنهم يستحقون أن يدعوا عليهم. أتشبع بالقيم، أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حلمه، أعفو عمن ظلمني ولا أغضب. بعدما تعرفت مظاهر حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، أبحث عن مظاهر حب المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعد الشطر الثالث من سورة الجن. فصلوا على رسول الله.